موجود كاتب ديزل زي ما بس انا كاتبها سولار الحرب. سولار زي ما احنا بننطق. اه زي ما بننطق. ساعتها كنت بس بقول لك من 13 ساعه وطول الماسوره بتاعتك تقدر تلعب فوتبول زي ما انت عايز. والانتجست ريت يعني لو حطيت الفلوس الفرق بين الماسورتين دول في البنك على مستوى فايده معين اللي هو 10% هتبقى قد ايه والماسوره دي هتشتغل كام سنه؟ فيقول لك احسب لي كده. هو على طول قال لك ايه انت المفروض تكون الماسوره 184 وتم من 10 ايه؟ مليمتر لو انت هتستخدم على سرعه كام؟ دي البرفكت هي دي لكن انت مش شغال بيها. فلو انت دي التكاليف بتاعت التشغيل لو خدت الماسوره بايه؟ 200. وايه دي تكاليف التشغيل لو خدت الماسوره بايه؟ 180. 180 خدت ال 160. تكاليف التشغيل هنا اقل في ايه؟ يعني انت لو شغل بال 200 تبقى انت الكسبان. لان انت هتجيب طرمبة اكبر عشان تزق الميه فهتشغل بطاقه اعلى فهتاخد تكاليف التشغيل ايه؟ اكتر عشان تعالي نفس كميه الميه. كمان السيستم شغال على برشر اعلى تاخد بالك؟ لا هو السيستم هيشتغل لا يعني هيعدي نفس كميه الميه دي بس هياخد ضغط اعلى عشان يشغلها. فالضغط ده بفلوس بترمبة والترمبة العاليه بتاخد ايه؟ كهرباء اعلى. فهنا هو اتحاسب لك بقى ولو كنت هتشغل كهرباء ولو كنت هتشغل ديزل. يا دكتور لو احنا مشغلين ماسوره على ضغط مثلا 10 بار نقدر نشغل ماسوره على ضغط 15 او 20 بار. السيستم نفسه متعرض لضغط اعلى متعرض لريسك يعمل عندك ريسك بيقلل عندك ريسك وعندك ريسك عندك ريسك يعني مثلا لو واحد غلط وراح قفل محبس واخد بالك ممكن اهوت فانت عندك الريسك بقى عالي جدا لان الضغوط عندك عاليه ده ريسك.